عقد ببلدية ترهونة اجتماع تم فيه استعراض جدول الأعمال المقترح من فرع الشؤون الاجتماعية والاتفاق على تكاليف إدارة الشؤون الاجتماعية بإعداد منظومة موحدة تضم كل الأسر المحتاجة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة وتوطين واعتماد مركز للخدمات الاجتماعية يشمل علاج وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة وعلاج التوحد والدعم النفسي بالإضافة إلى تشكيل لجنة للمسح الاجتماعي للأسر المحتاجة بالتعاون مع مختاري المحلات ببلدية ترهونة لمطابقة الحالة مع المنظومة لاعتمادها. الاجتماع ضم عضو المجلس البلدي ورئيس فرع صندوق التضامن ومدير صندوق الزكاة ورئيس فرع جمعية الهلال الأحمر بترهونة بالإضافة لعدد من رؤساء الجمعيات الخيرية. أقيم ببلدية أوجلة احتفالية لتكريم الطلبة المشاركين في السباق الثقافي الذي استمر لسبعة أيام متواصلة على أثير الراديو ونظمه قطاع التربية والتعليم. الاحتفالية شهدت تكريم طلبة مدرسة الفضيل بوعمر بعد منافسة من مدرسة عائشة أم المؤمنين. يشار إلى أن المسابقة استهدفت الطلاب من الصف السابع إلى الصف التاسع لمدارس التعليم الأساسي بمدينة أوجلة، وحضر الحفل عميد بلدية أوجلة ومدير قطاع التربية والتعليم ومدراء المكاتب بالقطاع بالإضافة إلى مدراء المدارس وأولياء أمور الطلبة والطالبات المشاركين. قام أعضاء المجلس البلدي أباري بزيارة تفقدية لعدد من المصارف التجارية بالبلدية. الزيارة جاءت من أجل الوقوف على بعض الصعاب التي تواجه سير العمل، وتخلل الزيارة اجتماع خلص إلى ضرورة التواصل مع إدارة الفروع بالمنطقة الجنوبية لحلحلة جملة من المعوقات. قام مكتب الخدمات الصحية ببلدية أبو سليم بتوفير عدد من الأجهزة الحديثة الخاصة بالمحاليل الطبية للمستوصفات داخل نطاق البلدية، ومن بين الأجهزة التي تم توفيرها جهاز تحاليل كيمياء الدم وأجهزة تحاليل البول المجهري الكهربائي وتحاليل السكر التراكمي، بالإضافة إلى أجهزة الموجات فوق الصوتية الخاصة بالكشف عن أمراض النساء ومتابعة الحمل وأعضاء الجسم الداخلية وغيرها من الأجهزة التي تفتقر إليها الكثير من المصحات العامة. كما سيتم إخضاع الكوادر الطبية لدورات خاصة بطرق التشغيل والاستخدام.